عدسات الكاميرات تلاحق عبد الرزاق حمد الله. البداية القوية والتألق الكبير اللي ظهر فيه في الدوري تجعل الكل يترقب من المزيد. سنكون معكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق الباطن السعودي في مواجهة الاتحاد السعودي. مباراة من الممكن الاستفادة من خلالها من جانب المدرب بعض التجارب، بعض اللاعبين، اكتساب الخبرة، احتكاك بفرق أخرى. الأنظار كلها مسلطة على حمد الله، وأتوقع بأن يكون له تأثير قوي اليوم. لا أحد قادر على إيقافه حتى الآن، ورشح فوق العادة لكي يضيف هدف جديد إلى سجله. فرصة خطيرة الآن، ممتاز حارس المرمى في التصدي. موقف صعب، واحد ضد واحد في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي. الحارس ينجح في التصدي، بيرسل له كرة، تصدي، لكن اللعب ما زال متواصلا. كانت خطيرة جدا، تدخل وأبعد في من فوق العارضة شالها. ممتاز حارس المرمى. ركنية بتلعب، مستحيل البداية. أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء. انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات. الله على هذا الصخب. نتابع كرة الهدف مرة أخرى. ركنية لعبت بشكل سليم، وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. التقدم لمصلحة الاتحاد. يتقدم إلى الأمام، يفقد الكرة في مكان خطير قد تشكل خطورة. الركلة الحرة لمصلحة فريق الباطن. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب. على اللاعب أن يكون أكثر حذرا في قادم الأوقات. ثقة كبيرة عند الفريق في تبادل الكرة. اعتراض للكرة. الحكم يشير إلى ضربة ركنية بعدما اصطدمت الكرة بالمدافع. كرة رأسية ما كانت صعبة، بكل أريحية تصدى لها الحارس. يتدخل ويقطع الطريق. عبد الرزاق حمد الله. عرضية فيها خطورة. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. وكرة بوقف حارس المرمى بكل سهولة. تدخل قوي في اللقطة. بيعدي فيها، فرصة الآن. يا رب، مستحيل الكرة. هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. نشوف الهدف من جديد. بدأت من كرة عالية ضربت الخط الخلفي، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الضيف ثقيل جدا هنا، وتقدم كبير قبل دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. مهم جدا الشكل الهجومي للفريق، لكن الأهم استغلال الفرص أمام المرمى. واليوم نشاهد إبداع في التنوع الهجومي ودقة في الحسم أمام المرمى، وأداء مثالي. الحارس وبصعوبة كبيرة جدا يتمكن من لمس الكرة وتحويلها إلى خارج المرمى. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. انتهت الخطورة بعد حسم الأمر في اللقطة. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة.
أصحاب الأرض يتفوقون في السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكن رغم هذا الاستحواذ الكبير محاولة لتقليص الفارق. وصلنا مشاهدينا لنهاية الشوط الأول. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدما في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. من الصعب أنك تغلط حارس المرمى من هذه المسافة. مستحيلة هذه الفرصة، الكرة الماضية لم يكن محظوظا، سدد الكرة بقوة، الكرة على المرمى، فرصة بتضيع، كانت قريبة جدا من المرمى. التحرك الجيد يساعد في قطع الكرة. انظر إلى التمريرة الرائعة. يسترد الكرة هنا في منطقة تام. قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن. ينتهي الهجوم المرتد مشاهدينا. فرصة كانت خطيرة، لم يحققوا شيئا منها. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. بمروة تقدم الكرة والتصدي، لكن الكرة ما زالت في الملعب. برافو حارس المرمى في التقاط الكرة بعد تصدي أول ممتاز في اللقطة الأولى. راية ترفع مشاهدينا وتعلن عن وجود التسلل. كم في تسرع هنا في لعب الكرة، كم من الأفضل البحث عن خيارات تمرير أخرى لتفادي هذا التسلل. هجوم من الاتحاد، يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. الركلة الحرة لمصلحة فريق الباطن. دقائق قليلة على صافرة نهاية المباراة بانتظار إعلان رسمي عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. الطرف الأفضل في هذه المباراة بشكل واضح، أداء قوي وأسلوب رائع في الملعب، القتال على كل كرة والحفاظ على التركيز في الملعب، أمر يجعل الأمور تسير في مصلحته بالشكل اللي تنتظره جماهير وعشاق الفريق. واضح بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل على دكة البدلاء. بكل سهولة يتصدى حارس المرمى لركلة حرة لم تكن تهديدا على مرماه. تغيير في الاستحواذ. أوهو. يسجل هنا لحسم النتيجة وتأكيد التفوق. لا يترك أي شكوك الآن حول ضمان الانتصار. متابع الهدف من جديد. البداية من الخطأ في التمرير، لا يمكن فقدان الكرة في الثلث الدفاعي. ما حدث هنا هو ما تسبب في الهدف بكل تأكيد. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة.
والآن تأتي صافرة نهاية المباراة ومعها يتأكد فوز الاتحاد وخروجه بنقاط المباراة كاملة. هجوم جبار يملك الفريق في هذا الموسم، يدمر دفاعات الخصوم ولا يبالي، يضرب في كل مرة ويقود للانتصار. اليوم تمكن من إبهار الجماهير كالعادة وحسم هذا اللقاء. كانت خطيرة جداً.